لنقاش هذا الملف تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله دكتورة. انطلاقا من حصيلة الشهداء التي تجاوزت 70 شهيدا وألاف المصابين في تظاهرات بغداد والمحافظات، إلى أي مدى يعكس ذلك أن الحكومة ماضية في الحل الأمني القمعي كحل أول ووحيد؟ نعم، يعني أولا تحية لكل المتظاهرين في العراق والمحتجين من كافة فئات وصنوف الشعب العراقي. يعني أعداد مع الأسف الشديد أعداد كبيرة لا زالت تسقط من القتلى وأعداد الجرحى أيضا، والأحداث الدموية في الحقيقة لا زالت مستمرة، مما يؤكد أن الحكومة العراقية مستمرة ب يعني انتهاجها أسلوب استعمال القوة المفرطة والعنف من أجل القضاء على التظاهرات، وهذا عكس ما أطلقته الحكومة من وعود باحترام وتسهيل المظاهرات السلمية، وأن من حق كل مواطن أن يعني يتظاهر ويعبر عن رأيه ويعبر عن مطالبه وغيرها من ما أطلقته من وعود، وأيضا بأنها سوف تشجع على يعني التزام بحقوق الإنسان وضمان حماية للمدنيين وغيرها من الوعود التي أطلقتها قبل بداية الموجة الثانية من التظاهرات في 25 أكتوبر، ولكن مع الأسف الشديد يعني اتضح أيضا زيف هذه الوعود وادعاءات الحكومة، وخاصة أن بيان العمليات المشتركة الأخير محبط للغاية، حتى أن لا زالت الادعاءات ووصف المحتجين بأنهم متآمرون ولديهم أجندات وغيرها لا زالت مستمرة، وأن هذه التظاهرات هي فتنة ومؤامرة وغيرها، من كلها تصب في هدف واحد هو القضاء على الاحتجاجات والقمع. في هذا السياق بالحديث عن القمع دكتورة، كيف يفسر استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والتي أدت إلى وفاة عدد من المتظاهرين بعد استهدافهم مباشرة على مستوى الرأس؟ نعم، يعني هذا يؤكد أنهم لا زالوا يعني ينتهجون نفس أسلوب الترهيب والقمع وضرب واستهداف المتظاهرين بصورة مباشرة. يعني قنابل الغاز من معروف يعني كيف يتم استعمالها، وأي قوة يعني تستخدم هذه القنابل، يعني تعرف أن هناك أماكن محددة يجب أن تطلق من فيها هذه القنابل وليس مباشرة على المتظاهرين. إذا هناك تعمد في إحداث وإصابات مباشرة في صفوف المحتجين من أجل إرهابهم وثنيهم عن الاستمرار في التظاهرات. لا توجد في الحقيقة، لو نأخذ الموضوع من أساسه، لا توجد في الحقيقة هناك في العراق قوة مدربة على التعامل مع الاحتجاجات بصورة يعني تتبع الأساليب والمعايير الدولية. في العراق توجد هناك كما عبر في الحقيقة عنها عبد المهدي عندما قال تخضع إلى قواعد الاشتباك، وكأنما هناك حرب وهناك ساحة معركة جبهات، وهناك يجب أن يتم استخدام القوة بصورة مباشرة. نعم دكتورة، إلى أي مدى سيؤثر انضمام نقابة المحامين في مسار الحراك الشعبي، لا سيما في ظل تأكيد هذه النقابة على أن الحكومة تصعد من أساليب القمع ضد المتظاهرين؟ يعني في الحقيقة هذا تطور جدا مهم، يعني نتمنى من نقابة المحامين والجميع الحقوقيين في العراق يعني أن يلتزموا بعودهم التي يعني جاءت على لسان نقيب المحامين. يعني هذا في الحقيقة تطور يعني بالاتجاه الصحيح، إذا طبعا صاحبه يعني خطوات حقيقية وعملية. يعني هم منذ البداية يعني قالوا أنهم سوف يقفون مع المحتجين مع مطالبهم وسوف يعملون على الكثير من الخطوات، لكن في الحقيقة هناك شيء مهم تصطدم فيه كل هذه الوعود. يعني هو أصلا النظام القضائي في العراق فاسد منذ الأساس،
ويخضع لأساليب الطائفية والأساليب القمع والترهيب منذ البداية. يعني الاحتمال أن ينجح المحامين في تنفيذ وعودهم يعني يخضع لي يعني يكون بالنسبة لتقييمي ضعيف. لكن في الحقيقة هي خطوة مهمة، ويعني وهم بالإضافة إلى كونهم أصلا هم فئة من فئات الشعب، وأيضا هم يعانون من ما يعانيه كافة أفراد الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر سكايب من لندن.